هاي، عم بكون دايما شوي متأخرة لأنه بديش التليفون يوقع. تكنيكرز داي. اوكي اي ثينك وير اول سيت. هاي جايز، معلش آسفة شوي. ثانك يو ثانك يو ثانك يو على القلوب وعلى كل شيء، ما احلاكم على الوقت. انا آسفة بس مثل ما انتم شايفين السيت اب عندي مش ظابط لسبب ما، بتوقع هاك ماشي الحال. اوكي هاي جايز، كيفكم؟ لايف جديد وقلوب كتير، متشكرين على المحبة وعلى تواجدكم معي. سامحوني بس هاك الثلاث أربع دقائق الأولى اللي دايما هاك عم بيكون فيها تأخير لا أطل عليكم، بس يعني I'm trying my best. طيب اليوم بدنا نحكي على الفشل بكلمة واحدة. أنا في عندي هون نوتس، مرات رح تشوفوني اطلع عليهم لأنه بدي أتأكد أنه عن جد I cover the subject بالطريقة اللي بتستاهلوها عن جد. الفشل بكلمة واحدة أنه نوصفه كان بتوقع تحدي صعب، لأنه فعلا التفكير بمعنى الكلمة وشو بتعنينا ممكن يكون أكيد تحدي بحد ذاته. يعني أكيد لما سمعتوني أسأل السؤال يا جماعة، أكيد it's an interesting process، أكيد بتخيل في ناس حرك الموضوع مشاعر عندهم، صح ولا لا؟ أول شيء بدي أتأكد الكل عم يسمعني تمام، ابعتولي أوكي أو يس. عم بشوف في ناس لسه عم they're joining، بلكي بعطيهم هاك منت واتطلع على هاك شوية. يس 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 I love that. تمام حلو، عن جد شكرا على تواجدكم معي. أنا مثلكم مستمتعة بهدول اللايفات، وعن جد بحس أنه هاك تجمعنا. في عندي سويت هارت عم تقول failure is the first step to success. رح نحكي رح نشوف شو هي الـ 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 الكلمة. طيب برجع للموضوع، كنت عم بحكي للناس اللي هلا وصلت أنه فعلا وصف الفشل بكلمة واحدة ممكن يكون كان صعب تحدي. بحس لسه الهابينس بكلمة واحدة كان شوي أسهل، لأنه فعلاً مثل ما ذكرت التفكير بمعنى الكلمة وشو بتعني لنا ممكن يكون هاك interesting process، يعني هاك شيء هاك عنده هاك فيه هو it's interesting. أوكي من 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 ناحية أنه ممكن يحرك فينا مشاعر، لأنه أكيد البعض لما سألت لهم السؤال أكيد هاك اضطروا يطلعوا بهاي الكلمة أنه يتذكروا موقف فشلوا فيه لحتى يعيشوا الموقف، لحتى يحسوا شو صار معاهم، لحتى يقدروا يوصفوا الشعور. كتار جاوبوا، وعن جد بحب فيكم هاي الريسبونسيفنس، بحب فيكم هاي هذا التفاعل اللي هو صار جزء من حياتنا من واقعنا الجديد، لأنه بحس أنه عن جد هاي السوشيال ميديا هذا اللايف اللي عم بيصير هاك هي حياتنا واقعنا الجديد. أنا الصراحة بشوفكم أكثر ما بشوف أصحابي الحقيقيين، فتخيلوا. على كل شيء خليني أشارككم بعض الأجوبة للناس اللي هاك بعتت لي. كان في كتير هاك وصف لكلمة الفشل من كتار من الناس. أكتر شيء إجانا رح أوصف، رح أخذ أكتر توب 3 اللي إجا. استسلام، خيبة أمل، تجربة جديدة، لسن، يأس،
هدول اكثر من 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 كم من كلمه. مثل ما عم بتشوفوا هاي المره للاسف على فكره ما حدا طلع بالكلمه اللي انا اخترتها، بس معلش هذا دليل انه يمكن لازم اسلط الضوء على الموضوع، وممكن مهم انه نحكي في موضوع الفشل لعله هاك خير وفي كتير ناس ممكن تستفيد. ملاحظين كيف كتار يعني الاستسلام اللي هي الكلمة اللي ترددت كتير من كتير ناس، ملاحظين كيف كتار اختاروا تصنيف الفشل اللي هو فعلا كلمة سلبية، بمعنى كمان هو سلبي، وهذا طبيعي الصراحة. خليني أشارككم فكرة، الناس نوعين، الفشل هو بداية جديدة، الفشل هو فقدان الدافع ممكن. عم بشوف الفشل is a pause، يعني هيك نقطة توقف. صحيح السعادة كانت أسهل، حلو. خليني أرجع للفكرة اللي بدي أشارككم إياها. الناس نوعين يا جماعة، ناس تشوف الطريق، تشوف الحياة أو الأشياء بطريقة بيسيميستيك هيك متشائمة، وفي ناس بتشوف الحياة والأشياء اللي حواليها بطريقة أوبسيميستيك، يعني بطريقة هيك فيها تفاؤل. حلو، فخلينا نقول مثلا نفس الشيء، شخصين من هدول النوعين بيشوفوا نفس الشيء exactly. خلينا ناخذ مثال مثلا لماتيو، اوكي، في البعض البيسيمستكس ممكن يشوفوه مثلا، او خلينا نبلش بالمتفائلين بالاوبتيمستيك بيبل، راح يشوفوا مثلا اذا كان الطقس مثلا فيه شتاء راح يشوفوه انه خير وبركه ونسمه وهاك جو فريش، والناس الثانيين راح يشوفوه انه الغرقة وتمرميدة وهيك قرف، يعني الشتاء شي هيك برد وغلبة. اوكي، نفس الشيء ناس تطلع على الاخبار، في ناس بتشوف مثلا اذا في حرب بمكان ما ممكن يشوفوها امل صمود، ممكن يشوفوها تحرير، ممكن يشوفوها هيك قوة، وفي ناس بتشوفها دم وظلم وقرح وهذا الأشياء وهي الأشياء كلها. بس الناس يا ترى اللي بتشوفها بالطريقة المتفائلة، هل هي مش عندها إدراك أنه في ظلم وهذا؟ أكيد في عندها إدراك، بس هدول الناس اختاروا أن يشوفوا الموضوع من ناحية أو من زاوية إيجابية. alright، فأكيد طريقة تفسيرنا للأشياء البرسبشن موضوع كتير مهم، فتفسيرنا للفشل كمان كتير مهم. فخليني أشارككم شو بالنسبة لإلي الفشل. الفشل هو بكلمة واحدة يا جماعة نتيجة، It's a result. لما نفشل وناخد أنه هذا التفسير لهذه الكلمة هو نتيجة، رح أكيد ناخد هاي النتيجة ونستثمرها، رح أكيد ناخد هاي النتيجة ونتعلم منها. وكتار منكم بتفسيرهم للكلمة كانوا بهذا البات. I want to give you that as a credit. بس بدنا عن جد it's time أنه نغير المايندسيت، طريقتنا لتفسير لهذه الكلمة، لأنه عن جد بتأثر على your growth. الفشل is just feedback، الفشل هو فقط صدى، هو نتيجة. لما يكون عنا بهاي الطريقة نقدر نشوف الفشل أنه هو بس نتيجة، رح نقدر نحقق نجاح. بدي أشارككم شغلة، الناس الناجحين كتير بتعرفوا أنه من أكتر الناس اللي بيفشلوا بحياتهم، أكتر الناس، خليني أعيد، أكتر الناس اللي بتنجح هي أكتر الناس اللي بتفشل بحياتها. كيف؟ هدول الناس بيفشلوا كتير، بياخدوا النتيجة، بياخدوها كنتيجة، فالنتيجة هاي بتخليهم يتعلموا كتير، فthey grow، بيكبروا.
بينجحوا. هذا هو الفرق. فعن جد إذا عم بيكون في فشل بحياتكم، بس إذا تغيروا هذا المنظور وتطلعوا عليه أنه هو فقط صدى لا غير، مش إشي بيحطم، مش إشي بيكسر، مش إشي بيخليكم مكانكم، رح تقدروا تكبروا. عن جد بتمنى عم بشوف ياسمين عم تقول ممكن إذا تكررت هاي النتيجة نتحطم ونستسلم. مش بالضرورة يا ياسمين، it's feedback. لما نتعلم، ما هو نتعلم ما نعمل نفس الأخطاء مثلا، بس إذا بدنا نتعلم نعمل نفس الشيء أكيد رح نحصل على نفس النتيجة. يعني لازم تكون عندنا هاي السلاسة دائما بالحياة، أنه عملت شيء ما مشي، نتيجة فقط لا غير، ما بربطها بمشاعر ممكن عن جد هي تحطمني. أوكي، عن جد بتمنى أنه تكونوا استفدتوا بهذا اللايف. ما تنسوا تشاركوا حسابي سوبر ستايل كوتشينج وحسابي سلمى غزالي لكتار ناس ممكن تفيدوهم. عن جد بتشكركم على تواجدكم، وأكيد رح أسجل اللايف لحتى كتار منكم يرجعوا يحضروه، وبلكي هاك يرجعوا يسمعوا الكلام. بس قبل ما أروح بدي أشوف شوية المسجز شو عم تحكي. عم بيحكولي الفشل أحياناً ربما يحطنا في طريقة في طريقنا لسبب ما، ونقول لعل أكيد، ما هو لما نتعلم أكيد بيصير حافز ويمدنا القوة. طبعاً فينا النتيجة اللي ناخدها نستعملها لنخليها أنه تحفزنا أنه نروح لقدام. إذا عملتي نفس الشيء عم تحكي كراميلا اللي عملتيه مبارح رح تلاقي نفس النتيجة. لازم نتعلم من الفشل. إذا اللي تعمليه مبارح وعم تحصلي على نفس النتيجة والنتيجة كويسة أكيد ومش فشل، ضلكي تعملي نفس الشيء واسعي للأحسن. بس أكيد إذا كان فيها فشل فطبعا لازم نسعى لإشي ناخد النتيجة ونستمر. الموضوع يحتاج وقت أكبر، عم تقول واحدة من البنات أو من الشباب، ما بعرف الاسم هاك غريب. لا، الموضوع بسيط، والموضوع بس شفت هاك، تخيلوا براسكم تشيلوا هاك المعتقد. صدقوني هو المعتقد اللي our beliefs مرات هم أكبر شيء ممكن يعملنا حدود بحياتنا. تخيلوا خلاص تسمعوا بس هذا الحكي البسيط، ما بدنا ساعات، ما بدنا ساعات عشان نحكي بالموضوع. إذا أنا قررت أنه الفشل بحياتي هو نتيجة فقط لا غير، هو فيدباك فقط لا غير، خلاص نقطة. سؤال، هل الاستقرار ودائرة الأمان فشل؟ الاستقرار ودائرة الأمان أو شيئين مختلفين. دائرة الأمان دائما بتكون بتحد من إمكانياتنا. الاستقرار مهم، الاستقرار مهم. الاستقرار مش معناته ما نتطور. استقرار في استقرار على المستوى الهاك المانتل، على المستوى الشخصي حلو، بس مش معناتها انه ما نتطور. دائرة الأمان معناتها انه نحن بنحب نقعد بالمكان اللي ما نتحدى فيه نفسنا، واكيد راح يحد من امكانياتنا. اذا بدنا نعمل شيء دائما راح لازم نروح على على المكان اللي نعمل الشيء اللي ما بنرتاح لحتى ننجح.
إجمالا. الله يحفظك، والجزائر فخورة فيكي والله، كل الفخر أنا بالنسبة لي محبتكم فعلا وتعاونكم. إذا تعلمت أن الفشل هو رسالة، المهم أنك تتعلم منه. حلو، الفشل لما الناس ما بتحس ببعضها، والله يعني أنا عندي تحفظ على موضوع أنه ما تحس بالناس. دايما لازم يكون عندنا compassion للناس، يعني لازم نحس بالناس طبعا، بس الفشل مش مربوط بيحسك بالناس، لا يعني مش كتير. ما بعرفش، يمكن أنا ما فهمت شو فكرتك. Alright guys. شكرا سلمى، كانت النتيجة كلمة ملخصة فعلا يا جماعة. هي كلمة بسيطة ولكن هاك معناها. بتمنى عن جد، بتمنى انه عن جد بتحطوها هاك بزاوية براسكم، عن جد بتفكروا، بيكون عندكم هاك. هدول الحلقات مش عشان تحضروا شي كتير طويل، هدول الحلقات بس عشان هاك يضوي شي هاك براسكم، بيغير من مفهومكم بالحياة ان شاء الله للأحسن. بتمنى لكم كل الخير ونهار طيب ان شاء الله. ان شاء الله بحط على الفيديوهات سون على اليوتيوب. ما هو البشبش مش معي. شكرا على كل القلوب، وعن جد بتمنى لكم كل الخير من كل قلبي. بتمنى انه تكونوا استفدتوا. عن جد برجع بذكركم، شجعوني، شاركوا هاك الحساب مع اصحابكم. عن جد تخيلوا ممكن رسالتي او انتوا رسالتكم لما انتوا توصلوا كلامي ممكن تغيروا حياة حنا. تغيروا قداش it's powerful هذا الشيء عن جد. فشاركوا حسابي، شاركوا سلمى غزالي، شاركوا سوبر سيل كوتشنج، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. Thank you. بدي أتشكر فريق عملي هاك، أحلام، سكوبا، بيبر، هديل من الأردن، كلياتهم اللي دايما بيساعدوني عشان بطلع لكم على الوقت، عشان بيكون المحتوى تبعنا هيك interesting ودايما لطيف. Thank you so much. بحبكم من قلبي. Thank you for the hearts. Bye.